هذا يسأل عن دفع الرشوة، دفع الرشوة لأجل أنهم ما يأخذون منه ضريبة. يقول لا، ما يجوز دفع الرشوة، دفع الرشوة حرام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ألا يجوز دفع الرشوة بحال من الأحوال. أما إذا أخذوا منك ضريبة، هم الدولة أخذت منك ضريبة، فأنت معذور، أنت معذور، والإثم على من أخذها. أن تدفع ما تجبر عليه تدفعه، أما الرشوة فلا تجوز.